شيخ، هذا سائل يقول: هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة شيء غير القرآن؟ هذا في عهده صلى الله عليه وسلم، هذا في عهده صلى الله عليه وسلم، لا يكتب عنه شيء، لا يكتب عنه هو عليه الصلاة والسلام غير القرآن، يعني نهي عن كتابة الحديث عنه في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم.